آخر 8 شهور كل ما أطلع من مشكلة بفوت بمشكلة. عادي، هاي الحياة. من ظن أنه في الحياة والله يعني بهالعمر يعني شغلات مريت كم عمرك؟ 23. يا الله بعدك صغير. اي والله، بس يا شيخ إذا تشوفني بتقول هذا عمره 60 سنة. ما تدري، شوف الأرزاق لا تقيد بعمر الله عز وجل. أحيانا يفتح الإنسان سن 30، أحيانا 20، أحيانا يفتح اليوم سن 50، أحيانا يفتح اليوم سن 60. صح. فالأرزاق لا تقيد بالسن، ما تدري متى الله يفتح لك باب رزق. صح. وعلى فكرة ما زلت صغيرا، لا تنظر على قدر الابتلاء، انظر على قدر أن لك عمر مديد، ما زال في جعبتك بإذن الله الكثير من الأيام والساعات والسنوات، فلا تحبس نفسك في سن عانيت منه. ففضل الله على العباد أعظم من أن يقيد بعمر أو سن. اصبر لذاتك ولنفسك واعلم أن العوض بالله عظيم. نحن هناك، شوف الابتلاء أحيانا يستمر ما بعد الموت. صح. الابتلاء صح. يستمر يعني مثلا مريم عليه السلام طاهرة عذراء بريئة ماتت وانتقلت روحها لله، وإلى الآن يطعن في عرضها. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر وأشرف النساء، وإلى الآن يطعن في عرضها إلا من رحم ربك. فالبلاء أحيانا يستمر ما بعد الموت، فلن يتوقف الابتلاء في الدنيا. نحن في دار ابتلاء وكد ونقاء وشقاء، فلا ترجو منها خيرا، بالعكس استقبل البلاء كما تستقبل الخير. وأنا في عمرك كنت حارس مستودع. إيش رأيك؟ والله العظيم وأنا في عمرك كنت حارس مستودع، أجلس في الليل خارج المستودع في الليل، كرسي حديد، الحديد القديمة هذه، أجلس وجلس على البوابة، مطر حر برد كنت أبقى جالس على البوابة أحرس مستودع يحوي أدوات كهربائية، وأنا في سنك 23 22 22 هي، فكنت حارس مستودع وأجلس. إيش رأيك؟ فهذه الحياة. الحمد لله على كل شيء. إيه لو أنا في ذاك الوقت جالس أمام المستودع وجاني رجل وقال لي أنت سيكتب الله لك مستقبلا عظيما وستصبح، لن أصدق. أنا أتكلم عن ذاتي. أيوة. لو أنا جالس باب المستودع وجاني رجل قال أنت يا وسيم يوسف ستصبح كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لن أصدق، سأقول إنما كذب. فأنظر الآن الحال. فعلى الله عز وجل يخبئ للعبد ما لا يظنه ولا يتوقعه ولا يظن 1% ما سيكرمه الله به، إنما حسن الظن بالله هو أعظم باب للخروج من كل البلايا.